افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي في العاصمة عمان بمشاركة نحو 50 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، ويعود ريعه لدعم أطفال مبرة أم الحسين الخيرية للأيتام. وقد عرضت البعثات المشاركة منتجات متنوعة تعكس حضارة وتقدم بلادهم، وحضر حفل الافتتاح حشد كبير من المسؤولين والمهتمين. وأشارت الأميرة بسمة في كلمة لها إلى أهمية هذا الحدث الخيري وما يشكله من دعم للمبرة لتمكينها من استدامة رسالتها الإنسانية وتطوير خدماتها المقدمة للأطفال المستهدفين، وأعربت عن تقديرها لجميع السفرات والهيئات الدبلوماسية المشاركة في البازار، كما أكدت أن هذه المشاركة تجسد روح العمل الخيري النبيل وتعكس كذلك قيم التكافل بين الناس. وأكد سفراء مشاركون أن البازار الخيري يؤكد المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها الهيئات الدبلوماسية تجاه المجتمعات والدول التي تعمل فيها. يعني ما شاء الله أنه يعني لأنه البازار 55 أعتقد أنه هذا دليل على تجاوب المجتمع الأردني الطيب، وأيضا يعني خليني أقول الدور الإنساني اللي بلعبوه كمان كل السفارات وحرصهم على هذا التضامن والتكافل الدولي من أجل دعم مبرة أم الحسين. ويعني الحمد لله أنه بوجود وباستمرارية الدعم يعني والمؤازرة والشعور الطيبة من قبل المجتمع الأردني ومن قبل أيضا السلك الدبلوماسي في الأردن، يعني كلنا بنعمل من أجل هدف واحد وهو فعلا خدمة الإنسانية وخدمة شبابنا وتوفير لهم مستقبل أحلى وأفضل ومستقبل مجدي. والسنة أنا كتير سعيدة أنه بالفعل في تغييرات كتير كبيرة على البازار من ناحية الترتيب، من ناحية أيضا يعني كل سفارة المحلات اللي موجودة، فأعتقد أنه إن كان جوا أو برا للسنة الجاي أيضا رح يكون في هيك توجه خليني أقول حديث ومجدد واللي بيشجع كمان المشاركة وبيشجع الزيارة لهذا البازار ولهذا الحدث السعيد.